مساء الخير واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من الصحافه اليوم. النهارده الكنترول عندنا والاستوديو عندنا كله حاله من الفرحه كده، تحس انه في انجاز ما حصل، لكن كل زمايلنا الزملكاويه بدايه من المخرج وباقي كل زمايلنا الزملكاويه عندهم حاله كده من النشوه والفرحه تخليك مبسوط ان الرياضه كده لازم ناس تفرح ولازم ناس تبقى متنكده شويتين او ثلاثه. النهارده انا يعني واحنا داخلين الهوا كله طبعا بيقول لي هتطلع مكشر وهتطلع مش عارف تقول ايه، استاذ محمد ابو العيله يقول لك انت مش منصف ومش هتقول لي الف مبروك. مين قال كده؟ لا الحقيقه انا مبسوط ان الزمالك كسب النهارده بجد، لانه درس جديد لناس كتير جدا، ودرس احنا لازم نتعلمه بغض النظر عن الخزعبلات اللي كانت بتحصل. اللعب احسن النهارده كان الزمالك، وبالتالي الزمالك يستحق ان هو يفوز. الزمالك كان بيلعب احسن طول الدوري، فبالتالي الزمالك يستحق هو اللي يفوز. فالف مبروك لزمايلنا الاول في الاستوديو، وخلينا نقول الف مبروك لكل واحد من جماهير نادي الزمالك، لانه خلاص الزمالك كسب، الزمالك بطل الكاس، الزمالك بطل الكاس والدوري مع بعض، الزمالك كان احسن فريق طول الموسم، احسن من الاهلي، خلينا نكون منصفين. الزمالك لعب ماتش النهارده كمان كويس، الاهلي تقريبا ما راحش الاستاد، واضح ان حد ادالهم ميعاد الماتش غلط تقريبا. خلاصه كل اللي فات ده انه الف الف مبروك لجمهور نادي الزمالك ولنادي الزمالك، صبرتم كتير، تحملتم كتير، عشتم سنين رافعين شعار سنظل اوفياء، دلوقتي حان الاوان انكم تسلموا الرايه بتاعته لجمهور النادي الاهلي اللي واضح انه هيطول في اللي هو فيه لفتره جايه، ربما تكون سنتين ثلاثه كالعاده يعني. الحمد لله ربنا نولها لجمهور الزمالك علشان يعيش ويشوف ويحتفل على تويتر وعلى فيسبوك وعلى كل هذه الوسائل اللي استغلها جمهور الاهلي في العشر سنين اللي فاتت ان هو يقلش على جماهير نادي الزمالك. ان الاوان ان جمهور نادي الزمالك يبدع هو كمان في الافيهات والقلش على جمهور نادي الاهلي، وده اللي احنا عاوزينه. ولحد كده لحد كده ليه؟ لانه في ناس تانية بتحاول تخلي الموضوع بره نطاق الروح الرياضيه، هقول لكم ازاي. لكن ألف مبروك لجمهور نادي الزمالك، لولا الجمهور ده ما كانش هيبقى في حاجة اسمها زمالك النهاردة في البطولة دي ولا بطولة الدوري. جمهور الزمالك اللي هو حضراتكم أو بعض من حضراتكم هو صاحب الفضل الأول، وخدها مني، والأخير في البطولتين دول، قبل اللعيبة وقبل المدير الفني وقبل أي حد في الدنيا. ليه؟ لأن هو اللي صبر، هو اللي وقف، هو اللي دعم، لم يتململ. احنا سمعنا لعيبة بتقول احنا زهقنا من كتر مش عارف ايه، وسمعنا رئيس نادي بيقول انا محدش يشتمني وزهقت من الشتايم، لكن عمرنا ما سمعنا جمهور الزمالك بيقول احنا هنتخلى عن الفرقه دي علشان ما بتجيبش بطولات. ان الاوان جمهور الزمالك يحصد نتيجه صبره. مش هتكلم على الماتش كتير بشكل فني، فقرتنا الاخيره هتكون كلها عن الماتش وتحليله رياضيا وال 12 على المواقع الصحفيه والرياضيه حول هذه المباراه، هيكون فيها تحليل واسع شوية للمباراة بشكل فني وصحفي. بس خلونا الأول نتفق برضو على شوية حاجات تهمني إن هي تكون واضحة للجميع، واضحة للجميع علشان الكلام ما يمشيش زي اللي بان اللي أنا كنت بحذر حضراتكم منه امبارح. الزمالك كسب النهاردة لأنه لعب كويس، ولأن المدرب بتاعه كويس، ولأن اللعيبة بتاعته أفضل من اللعيبة، أو أدائها كان النهاردة أفضل من لعيبة النادي الأهلي، ولأن ده الحقيقة نتاج سنة من الأداء الكويس في الملعب. الزمالك كسب النهارده علشان جمهوره اللي كان في ظهره لاخر نفس. الزمالك ما كسبش ابدا علشان الفانيلا الزرقاء ولا بول البعير ولا الاعمال ولا سحر شبرخيط ولا معمول له عمل ولا الكلام الفارغ ده خالص. واذا كان في ناس رددته او بتتهم الفرقه الثانيه لما بتكسب انها بتعمل سحر واعمال جمهور واعمال مش عارف ايه والكلام ده كله، فجمهور النادي الاهلي والناس العاقله والعاديه في كل حته في الدنيا اعقل من ان هي تصدق في الخرافات دي او نسمعها تاني. النهارده كان في مباراة محترمة محترمة لازم نشكر اللعيبة عليها ونشكر الجمهور عليها، لكن أبدا مش هنشكر السادة في مجلس إدارة النادي الأهلي أو السادة في مجلس إدارة نادي الزمالك، لأن النهارده أنا ما زلت مصمم إن الروح اللي كانت موجودة ما بين جمهور الأهلي والزمالك اللي هي الروح القايمة على الإفيهات والقلش دي أعظم حاجة في الدنيا. ناس جمهور كورة ده بيخسر فأقول له مش عارف إيه، خلوها كده حلوة. لكن اللي حصل النهارده مجلس إدارة الناديين يبين لك بالدليل القاطع مرة تانية ان مرض الرياضة في مصر والكورة في مصر مش في الجمهور اللي الناس بتحاول تتهمه بانه متعصب، مش في الوايت نايتس اللي بيتحاولوا يتهموها ان هي بتخرب، ولا في التراس اهلاوي اللي بيحاولوا يتهموه ان هم بلطجية. لا، هذا المرض مرض التعصب، مرض التسخين، المرض اللي عاوز دم واللي عاوز عنف موجود عند الناس بتوع مجلس ادارة، الناس اللي بتتصرف بعقليات
اطفال صغيرين. يعني ايه النهارده نادي في حجم النادي الاهلي يرفض يطلع يستلم الميداليات بتاعته بتاعت المركز الثاني من على المنصه؟ بيحصل فين ده في العالم؟ يعني ايه نادي بالحجم ده يعمل التصرف ده؟ ده اسمه لعب عيال، اسمه لعب عيال. يعني خسران 6 7 8 تطلع في قواعد، في روح رياضيه، في عرف، في نموذج، في مثل لازم تضربه للناس على الالتزام، على الروح الرياضيه. لكن ده مش تصرف نادي كبير. نمره واحد. هيقول لك اصله علاء عبد الصادق رفض يطلع علشان مرتضى منصور كان واقف على المنصه ومش عاوزين، يعني ده كلام يتقال على القهوه. لكن دي بطوله ولها قواعد منظمه، ما اعرفش هو كان واقف ليه الحقيقه، بس مش مشكله، مش دي مشكلتي، مشكلتك انك تطلع تاخد الميداليات. لكن طبعا الغلط كان متبادل. علاء عبد الصادق راح ياخد الميداليه بالكوم، قاعدين في وكاله البلح احنا. بدل ما كل لعيب يطلع ياخد الميداليه بتاعته، راح علاء عبد الصادق ياخد ميداليات الفريق كله بالكوم، فكان في كام ميداليه في ايد رئيس نادي الزمالك فرمهم له في وشه على الارض. مش عارف الصوره معانا ولا لا، بس اكيد حضراتكم شفتوا هذا المنظر. مره ثانيه وثالثه، هذا المشهد لا يليق ابدا لا بمصر ولا بالكوره ولا بناديين كبار ولا بناس المفروض ان هم اعضاء مجلس اداره. ايوه ايه الصوره دي؟ ايه الصوره دي؟ مندوب رئيس الجمهوريه، وزير الشباب على المنصه، ورئيس نادي او مدير الكوره في النادي الاهلي بيرفض يطلع ياخد الميداليات وعاوز ياخدها بالكوم كاننا في وكاله البلح. زعلان يا سيدي مقموص، كنت اشتغل على نفسك واكسب. فعلى طول يبقى الرد من رئيس النادي التاني انه بيرمي الميداليات على الارض. انتوا عاوزين ايه بالظبط؟ الناس فرحانه بالماتش، شكل اللعيبه، الهدوء بتاع الجماهير، الافيهات بتاعت الجماهير، الكوميكس المصوره اللي بتتعمل، الناس اللي بتكسب المره دي بعد ما كانت ما بتكسبش قبل كده، حاله هذا التحدي والكوره اللي رايحه جايه، ويبقى عندنا لعيبه، ويبقى عندنا منتخب مره تانية. انتوا عاوزين تبوظوا كل ده علشان بتعاندوا مع بعض؟ ايه ده؟ ايه ده؟ حرام عليكم. بعيد بقى عن الناس اللي في مجالس ادارات دول اللي مش قادرين حتى يعوا اهميه المناصب اللي هم موجودين فيها، بعيد عن ما ينشروه من تعصب، بعيد عن ان هم بيسخنوا الجماهير على الدم. مبروك للزمالك بطوله الكاس، مبروك للزمالك انه بقى عنده فرقه متماسكه كان مستنيها من سنين. الف الف مبروك لجمهور نادي الزمالك على بطوله الكاس والدوري في هذا الموسم. ودي الاهداف طبعا النهارده، طبعا الهدفين من اخطاء دفاعيه يعني اقل ما يقال، ان هي يعني ساذجه الى اقصى درجه. لو انت بتلعب في الشارع اللي هو الماتش ابو فوره من 6 ده ولا من 4، واحد صاحبك اتسبب انه يجيب جون بالشكل ده هتطرده، حتى لو صاحب الكوره بالمناسبه. يعني الجونين الاسيست بتاعهم مدافع النادي الاهلي ده ياخد فول مارك النهارده. طبعا باسم مرسي ما شاء الله لعيب يعني معدي كل حاجه بمراحل، ربنا يحفظه على المستوى ده لان احنا محتاجينه في منتخب مصر. كل الحاجات دي كانت حلوه، الاهلي كان وحش لكن في النهايه ماتش نهايه اتلعب باحترام، اللعيبه ما عادش بتشتبك الاشتباكات السخيفه بتاعت زمان. ايه الناس الكبار بقى اللي في مجلس الادارات هم اللي يحدفوا الميداليات في وش بعض. يلا يلا لسه ما هنشوف من الكبار، من الكبار. بعيد بقى عن الماتش اللي هنرجع له تاني زي ما قلت لحضراتكم في فقرتنا الاخيره، تعالوا نشوف ايه اللي حصل في مصر النهارده من خلال الصحف والمعاقب.